واو انا سعيد كثير كثير لاني هربت من السجن تبعي واجيت على هاي الجزيرة الاسطورية جزيرة السجين. اطلعوا ما اجمل الصورة تبعتي، هيك كان شكلي لما انا كنت في السجن. كانت هاي الكرة الحديدية العملاقة مربوطة برجلي عشان ما اقدر اني اتحرك، انا كسرتها وهربت من السجن واجيت على هاي الجزيرة الاسطورية جزيرة السجين. اطلعوا هاي الجزيرة باللون البرتقالي مثل اللون اللي لابسه أنا، هاي البدلة اللي لابسها. وأنا الآن بدي أنتقل من جزيرتي للجزر الثانية عن طريق هذول البلوكات الأسطورية اللي باللون البرتقالي، وهذول هم الأسلحة تبعتي، السكاكين. اطلعوا هاي السكينة ما أحلاها، خليني أخذها. وهاي كمان كلياتهم بدي أخذهم عشان أهدد فيهم الأشخاص اللي موجودين في الجزر الثانية عشان أقضي عليهم وأخذ كل أموالهم، لأنه أنا سفاح قاتل وأنا الحرامي وسارق وأنا كل إشي مش كويس في هاي الحياة. يلا هين جهزت كل إشي، خلينا أحط السكينة هون وبعديها بدي أوصل طريق. يلا يا سجين، خلينا بدي أوصل طريق من جزيرتي للجزيرة الثانية. وصل، هيني قربت إني أوصل. أوبوم، مرحبا. ايه جزيرة عائلة السحالي؟ نعم. شو قاعد بتسوي هون؟ مين انت؟ ليش هيك لابس زي كأنك هارب من السجن؟ إيه لا انا مش هارب من السجن، انا بحب اللون البرتقالي كثير. ايه؟ مثل ما انت سامعة، بحب فقط لون البرتقالي فقط لا غير. اما اشي ثاني يا ويلي، ان شاء الله ما يشوفوا السكين الموجودة ورا ظهري. ويلي، والله انت غريب جدا. يا سحالي، ايش رايكم في هذا الرجل؟ هو شكله كذاب ولا ايش؟ شكله كذاب باللون البرتقالي، شكله في ايش ورا ظهره؟ ايه لازم نشوف ايش في ورا ظهره. ابتعد. في سكينة. انا هو السجين القاتل وراح اقتلكم يا سحالي. هاتوا كل ممتلكاتكم بسرعة، هاتوا كل اموالكم بسرعة. ايه احنا ما معنا ولا اشي، احنا بس معنا شوية ذهبات، هذه هي فقط. يلا بعرف انه طلع كمان، بلاش اقتلكوا كلياتكم مثل ايه. يا ويلي توقف. يلا راح اطلع الحب الثالث، هذه هي. ما معاك كمان يا سحلية كمان هوني ولا هوني كمان ذهبات؟ خلصوا ثلاث. يا ويلي بدنا نقتله. يا ويلي يا عبد، سرق كل اشي تبعنا، سرق كل اغراضنا. طلع ايه حطه الصغير بتاعي، حطه. بدي اخذه لعندي لانه رائع كثير. خليني يا ويلي. نزلني. مش راح انزلك، هيني حطيته تحت السرير تبعي. اطلع كيف صار شكله مضحك كثير. يلا انا قادم. يلا استسلموا، اعطوني كل شيء معكم. يا ويلي احنا ما بدنا نستسلم. بعده انت شرير، اطلع من هون لا تضربون. بدي اقتلكم كلياتكم. اتوقف يا غبي، تعال لهون. انت زودت كثير. خد لك هاي انا هي السحلية الخضراء الرائعة. يا تعال لهون يا شرير، انت ما راح تقدر تقتلني. يلا موتوا كلياتكم، ايه انتظروا، شو هذا؟ بيض السحالي. واو شكلهم بدهم يفقسوا. نعم بدهم يفقسوا. ابتعد عنهم هدول صغيرات، ابتعد. يا ويلي تعالوا، مش راح اخليهم هذول البيضات الصغيرات، مش راح اخليهم يشوفوا ابهاتهم وامهاتهم. يلا خليني اقتل كل السحالي هاي، انا هو السجين السفاح القوي كثير. يلا خليني اقتلهم كلياتهم مثل هيك، خليني اقتل هاي واقتل هاي، مش راح اخليه بلشوا يفقسوا. يا ويلي ابتعد عنهم هذول الاصغار. يلا خلينا، انا راح ابعد عنك يا سحلية، بس اعطيني كل اشي معك. ويلا بدك يا اما نموت. اعطيتك خلاص بكفيه. ما ضل معاك اشي؟ نعم ما معي ولا اشي. ايه هيهم طلعوا الصغار، طلعوا. مرحبا يا صغار. واو والله انهم مضحكات. شو انت اكر، ليش ما بتتحرك؟ انا هو السجين، لانك انت ما بتقدري انك تدمجيني، انا قوي. يلا خلصت انا كل اشي من عندك، خليني اخذ العسل اللي موجود هون، خليني اخذ هذا العسل مثل هيك. اترك العسل، هذا عسل جبلي. اترك. اوه لذيذ كثير هذا العسل. شو خلاص بكفي، اذا رجعت ضربتيني ضربة واحدة
اعتبري انه كل حياة السحالة تبعتكو ماتت وقنقض عليها. يعني شوفي هاي السحلية الطويلة شايفيتها هاي. اتركها اتركها خلاص، انا اسف كثير كثير، انا ما راح اسوي ولا اشي، انا حمارة. يلا يلا ايوه انت غبية، يلا مع السلامة. شفتوا انا ايش سويت؟ انا قلت لكم انه انا قوي كثير كثير وبسوي كل اشي بدي اياه، لانه انا هو السجين السفاح القاتل، بسرق بقتل بسوي كل اشي مش كويس، عشان هيك بالسجون بتلاحقني. بس انا طلعت على السماء، واو جزيرة وردية، بوم مرحب. شو هذا؟ اهلا وسهلا، انت بتعرف انا مين؟ طلع انا ما اكبرني، وانا لوني مقزز جدا جدا شكلي، انت بتعرف مين هي؟ هاي الموجودة بالصورة. انت الدودة؟ نعم انا هي الدودة. ايه ليش تضرب فيني؟ ابتعد. بالغلط بالغلط يا دودة. واو ايش هذا؟ شو اشرب؟ شو هذا؟ هو رحيق الديدان. يا عيب، الديدان هاي رائعة جدا جدا وبتسوي اشياء خرافية. اشرب اشرب اشرب. يا ويلي ان انا اذا قتلتك هيك قسمتك بالسكين بتعب الدنيا قرف. إيه؟ لانك دودة مقززة كثير كثير، بعدي عني. نعم مثل الكيكي، خلص لا تضربني، سكين ده قوية لا تضرب. يلا يلا، شو هاي الجزيرة؟ شو هاي الجزيرة؟ جزيرة مقززة رائحتها كريهة وكمان كلياتها لزجة مقززة مثلك انت يا دودة. شوف شوف انا ايش عندي بالاسفل، عندي اشياء رائعة جدا جدا، خش شوف. ايه واو خلينا اشوف. ذهب، واو ذهباتي. ثعلب، شو بسوي هذا الثعلب بالاسفل؟ ها انا حبستك يا حمار. ايه طلعيني، ابعدوا عني يا 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 يا, يا, يا ثعالب، هيني قتلتم. خليني اخذ الذهبات. ما رح تطلع. ايه شو قاعد تتسوي؟ شو قاعد بتسوي؟ راح تنحشر في هذا المكان. خليني اخذ كل الذهبات، بعدين بدي اخطط انا ايش بدي اسوي. واو الذهبات رائعات. يلا يلا، شايفي قاعد بتكسر تحتي. بعد يا شريره. اوه هاي نطلع، بدك تقتليني؟ كيف راح اكسرك تكسير يا شريره؟ يلا خلينا بدي اسوي مثل هيك. انا بدي اعطيك شويه اموال تاخذ دولارات. نعم اعطيني كل اشي، انا بدي كل اشي. بلاش اقتلك، بلاش اقتلك. لا تضربني، خذ هاي الدولارات كتار. يلا يلا هاتي كل الدولارات اللي معاكي والاموال اللي معاكي. بعديها عندي لك تحدي، اذا سويته راح اعطيك 100 دولار. يلا يلا احكي لي يا احكي لي. انت جاهز؟ نعم انا جاهز. يلا احكي احكي دولار 10 مرات ورا بعض بسرعة خارقة. دولار 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 دولار. هيني خسوي خطأ. طيب انت اللي حكمت بقول لك احكي بالموت. ما بمسح معك. انت اللي حكمت حالك بالموت. يا ويلي خلص تتكلم تكلم عشان اعطيك 1000 دولار. دولار 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 دولار. مثل هيك تماما، هاتي يلا. خربط ما سويتها منيح. شكلك بدك تموتي، شكلك بدك تموتي. خديو خديو، بدي اقتلك، بدي اقتلك. يلا هاتيهم، بعديها راح اقضي عليه، راح اقضي عليها. يا ويلي خد خد هيا هدول. يلا خلص بدك 2 مليون دولار، اتكلم كلمة اتكلم كلمة دولار 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 بسرعة. دولار 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 بسرعة. يلا هاتي كل الاموال اللي معاك بسرعة. خلص اعطيتك شوي شغلة، يعني اعطيتك ذهب، اعطيتك 100,000 دولار. شو طيب ماشي خلص، انا خلصت منك. تعال لو انا خلصت منك. يا ويلي موتي موتي. هيني قضيت عليها لاني انا شرير، اخذت منها الاموال. وانا الان بدي انتقل للجزيرة الثالثة والاخيرة وبدي اشوف شو موجود فيها. اخذت من هاي الدودة المسكينة، اخذت منها ذهب وقتلتها، واخذت منها اموال، اخذت منها 1,000,000 ورقة، اخذت منها كل اشي. يلا انا الان بدي انتقل للجزيرة الاخيرة. وين البلوكات؟ خليني اخذ البلوكات هاي. بوم 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 مرحبا. بون مرحبا، بدي اكسر طريق اللي بدخل هون ما بطلع. ايه خلينا نتفاهم يا ثور، صلي على النبي، خلينا نتفاهم. بعدي انت بقرة غريبة. ما تتفاهم، لا تضرب زوجتي. ضربني ضربني. ايه شو مالها معصبة هاي؟ ولا ضربت امي يا هامل، عمرها 60 سنة هاي. بص ايه ده، روح. إيه ما بدي، طبعا لا طبعا لا ما بص. طيب ماشي. مصرش شو سويته؟ غلط، اخطيت خطأ كبير يا ابني، اخطيت خطأ كبير. يا سيران ايش انت؟ شو يا سيران؟ انت لازم تاكل من نصيبك. اي اي لا لا لا
ترجاك ولا بعد عني، بدكوا تموتوا كلياتكم. اخ هي بعد هون يا هامل، ضربت امي وكسرت راسها، وقعت جدتي من الجزيره. وين وقعت تاني انت؟ راح اخد عليك كلياتكم. اخ اخ لا 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 لا, لا. اي موتوا كلياتكم، موتوا، تعالوا لهون راح اخد عليكم. لا